هي صرخة شعب يطالب بحقوقه الوطنية تجاه قضية الشهداء والأسرى الذين ضحوا بحياتهم فداء لأرضهم وشعبهم. هنا من مخيم الأمعري في مدينة رام الله والبيرة انطلقت مسيرة الخلود تحت شعار بدنا أولادنا، المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. هذه المسيرة هي بناء على دعوة والدة الشهيد أم ناصر أبو حميد، هي مسيرة رمزية، يعني الناس أو التابوت راح يحملوه على الأكتاف مع علم فلسطين للمطالبة بضرورة تسليم جثمانه ليتتمكن العائلة من دفنه بشكل يليق بنضالاته. المسيرة جاءت انتصارا لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم وتلبية لنداء والدة الشهداء والأسرى خنساء فلسطين أم ناصر أبو حميد التي طالما انتظرت الحرية لنجلها الأسير الشهيد ناصر وأشقائه. أنا جاي أطالب جثامين ناصر وجثامين كل الشهداء الموجودين عند الاحتلال. إحنا بدنا أولادنا، بدنا كل أم تقبل ابنها وتبوسه وتودعه وتدخله حتى بيتها وهو شهيد عشان ندفنه على أرض فلسطين اللي ضحى وناضل مشانها. إحنا مش رح نسكت ولا نخضع على العدو المجرم، إحنا بدنا أولادنا وبدنا أولادنا. هذه جريمة مركبة، آن الأوان لإرادة على المستوى القوى وتفعيل كل أدوات المناصرة المحلية والعمل بكل الطاقات الممكنة لتصعيد الكفاح الشعبي في مواجهة سياسات الاحتلال. لابد من توفر إرادة دولية من أجل محاسبة ومحاكمة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال على جرائمها أمام هذه الجريمة. الجثامين في صقيع الثلاجات، آن الأوان للإفراج عنها بضغط دولي حقيقي. المشاركون حملوا نعشا فارغا ليعبروا عن رمزية الأسرى الشهداء البالغ عددهم 11 شهيدا، وساروا مشيا على الأقدام وصولا إلى حاجز قلنديا العسكري حيث قمعتهم قوات الاحتلال بوابل كثيف من القنابل الغازية. مسيرات وفعاليات شعبية ورسمية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال وسط تهديدات أرباب السياسة في دولة الاحتلال بمزيد من القتل والتنكيل بحق أبناء شعبنا وأسراه داخل سجون الاحتلال. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، حاجز قلنديا العسكري شمال العاصمة المحتلة.